صلى عليه. انتم بتحبوا اهل البيت ولا ما بتحبوهمش؟ بتحبوا اهل البيت يعني؟ طبعا نقول حاجه في اهل البيت ونختم بيها عن سيدنا الامام علي والحسين والحسن، ودي قلتها امبارح في الهوى بعد المغرب يعني. كان سيدنا الحسين سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، سر الوصول إلى الجناب العالي، سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي، حب النبي سر الوصول. صلي صلي. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي، حب النبي محمد لمين بقى؟ لعلي وحسين وحسن رضي الله عنهم وارضاهم. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حب آل البيت فرض عندنا، مش كده ولا ايه؟ حب آل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن، كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية نصل مع حضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي أقامتها جمعية التكافل الاجتماعي لقرية ميد غراب تحت رعاية السيد الأستاذ أحمد مصطفى عبد الرحمن الدقلة. نسأل الله تبارك